بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الرملي رضي الله تعالى عنه في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي وعلى الكرسي الجاوي في أول جلوس عليه، ثم قيل إن حمل المطلق على المقيد في الثاني والثالث بمقتضى اللغة من غير دليل، ما لم يقم دليل يحمله على الإطلاق، وحكي عن جمهور أصحابنا. هذا كلام على العلاقة بين أو الربط بين المطلق والمقيد. نحن قلنا بأن المطلق يحمل على المقيد، فهل ذلك من أجل وجود رابطة تربط المطلق بالمقيد والمقيد بالمطلق، أم أن الأمر هكذا بلا حساب وبلا رابط؟ علماؤنا وهم الذين أصلوا الأصول وقعدوا القواعد الكلية والقواعد الجزئية لفهم الشريعة والاستفادة من الكتاب والسنة أوضحوا لنا أن الحمل في هذه الحالة ما هو إلا لمقتضى يربط بين المطلق والمقيد، فليس الحمل بدون سبب ولا بدون رابط. ثم بعد ذلك اختلفوا في الرابط، هل الرابطة التي بين المطلق والمقيد هي رابطة لغوية أم رابطة قياسية شرعية أو شرعية، والشرعية بعد ذلك أوسع، على مذاهب متعددة. منهم من قال خلاصة الأمر أن حمل المطلق على المقيد بمعنى أنه يحكم على المطلق بأنه مقيد بذلك القيد الذي في المقيد، إن الحمل سببه اللغة. اللغة إيه؟ اللغة العربية. لغة العرب هي التي وضعت هذه الرابطة وحكمت بأنه متى كان اللفظ مطلقا في مكان ومقيد في مكان آخر فإن الألفاظ بمقتضى القواعد العربية يحمل فيها المطلق على المقيد، فالحمل هو حمل لغوي، يعني أن العربية قبل نزول الكتاب والسنة إذا وجد نصين أحدهما مطلق والآخر مقيد فإنه في الفهم والتحليل يحمل المطلق على المقيد بغير وجود شرع أو غيره، فالرابطة لغوية. وقيل إن الرابطة رابطة شرعية، ليس ذلك من وضع اللغة ولا ذلك من عمل العربي، وإنما ذلك من عمل الشرع. فالشرع هو الذي حكم بأنه متى وجد مطلق ووجد مقيد فإن المطلق يحمل على المقيد، والطريق الشرعي في ذلك إما أن يكون هناك قياس رابطة قياسية بين المطلق وبين المقيد، وإما أن يكون هناك قرينة أو دليل آخر يدل على أن المطلق المعني به المقيد. هذا مذهب وهذا مذهب. والذي ذهب إليه أصحابنا واعتمدوه هو أن الرابطة رابطة شرعية، يعني أن المطلق يحمل على المقيد لسبب القياس أو لسبب لوجود دليل آخر هو الذي دل على هذه الرابطة. هو الإمام الرملي هنا يريد أن يبين لنا تلك الرابطة، فقال ثم قيل إن حمل المطلق على المقيد، يعني حمل المطلق على المقيد، نزيد الشرح، يعني الحكم بأن المقيد المراد به ذلك، أن المطلق المراد به ذلك المقيد، بمعنى أن المطلق
فتحرير رقبة في بعض الأماكن، المراد من هذه الرقبة رقبة مؤمنة لأنها قيدت في موضع آخر بالإيمان. فالمراد من المطلق ذلك المقيد، المراد من الرقبة الرقبة المؤمنة التي ذكر في نص القيد. في الثاني، الثاني احنا عندنا ايه؟ عندنا فيما اذا اتحد الحكم واختلف السبب، يبقى الثاني ايه؟ اتحاد، اكتفوا ايه كده، اتحاد الحكم مع اختلاف السبب. فاذا اتحد الحكم واختلف السبب فإن الرابطة إما لغوية وإما رابطة شرعية. والثالث وهو فيما إذا اختلف الحكم واتحد السبب. اختلف الحكم كإيه؟ كآية الوضوء مع آية التيمم، الحكم فيهما مختلف لأن الواجب في الوضوء هو الغسل، والواجب في التيمم المسح. وهناك فارق كبير بين المسح وبين الغسل، فالحكم قد اختلف، ولكن السبب في كل من الوضوء والتيمم واحد وهو الحدث. فالسبب في الوضوء الحدث، والسبب في التيمم الحدث، فقد اختلف حكما واتفق سببا. هذا هو الثالث. وأما الثاني اتحدوا في الحكم واختلفوا في السبب، فتحرير رقبة في كفارة القتل مقيدة بمؤمنة، في كفارة الظهار مطلقة، في كفارة اليمين مطلقة، لكن الحكم كما ترون حكم واحد مع اختلاف سبب. السبب في كفارة القتل، القتل سببه كفارة القتل سببها القتل. طب والسبب في اليمين الحنف، انه خالف ما حلف عليه. والسبب في كفارة الظهار، ها سببها العود. العود في ايه؟ لانه هو امسك زوجته في زمن استطاع ان يطلقها ولم يطلقها، لانه مقتضى انه شبهها بامه في الجماع انه يفارقها، فامساكها عود عن حلفانه، يبقى سببها ايه؟ العود. يا سلام، يعني عود يعني انه امسكها فترة استطاع ان يطلقها ولم يطلقها، يبقى دي اسمه عود. طيب فهمنا كده. طب هاب ان هو ظهر منها واعقب الظهار بالطلاق، لم يحنث لأنه لم يعد. طيب قال بمقتضى اللغة، الباء متعلقة بالحمل، حمل بمقتضى يعني سبب ذلك الحمل هو مقتضى اللغة، فالباء هنا للسببية، يعني سبب حمل المطلق على المقيد اللغة، فاللغة هي التي دعت إلى انجذاب المطلق إلى المقيد، إلى ضم المطلق إلى المقيد. من غير دليل، يعني لا يحتاج الأمر إلى وجود دليل لا من القياس ولا من غيره، فبمجرد وجود المطلق يحمل على المقيد برابطة اللغة، بسبب اللغة ما لم يقم. هذا أمر
على الإطلاق، ولكن حيث لم يقم دليل يقول بأنه لا يحمل فيه المطلق على المقيد، ويبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. فإذا وجد دليل يمنع من حمل المطلق على المقيد على هذا الرأي وجب العمل به، ووجب ترك المطلق على إطلاقه والمقيد على قيده. قال: ما لم يقم. ما لم يقم يعني مدة عدم قيام دليل يحمله أي المطلق على إطلاقه. وحكي عن جمهور أصحابنا، وهذا الرأي حكي عن جمهور أصحابنا من السادة الشافعية، وقال الماوردي صاحب الحاوي الكبير وذكر ذلك أيضا في الحاوي الكبير وغيره، وقيل إنه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل واختارها القاضي أبو يعلى. وروي عن الإمام مالك إنه ظاهر مذهب الشافعي، يعني الذي يقرأ نصوص الشافعي ويقرأ نصوص الأصحاب يجد أنهم حملوا المطلق على المقيد من غير دليل شرعي، وإنما حملوه بسبب اللغة. والأظهر من هذين ما نقل عن إمامنا الشافعي وصححه الإمام والآمدي وأتباعهما، أنه يعني أن الحال والشأن لا يحمل عليه الضمير المرفوع عائد لإيه؟ يعود إلى المطلق. عليه أي على المقيد بنفس اللفظ، أي بسبب اللفظ العربي، بل بدليل، بل يحمل بسبب دليل آخر، آخر يعني غير اللغة، من قياس. من هنا لبيان جنس الدليل، من قياس. وإذا قلنا بالقياس لابد من وجود جامع بين المقيد والمطلق، بدليل آخر من قياس ونحوه، يعني ونحو القياس. أي دليل آخر من الأدلة المعتبرة. وكلام المصنف محتمل لكلا الرأيين، يعني كلام إمام الحرمين ممكن أن يحمل على الأول وممكن أن يحمل على الثاني. لماذا؟ لأن الإمام الحرمين أطلق الكلام ولم يعين أن الحمل بسبب اللغة أو أن الحمل بسبب الشرع، فكلامه صالح للأمر، صالح لأن يكون الرابطة لغوية أو الرابطة شرعية. وخرج بما ذكر، لأن احنا بنقول إذا كان مثبتا، خرج بقوله مثبتا إذا كان كل من المطلق والمقيد مثبتين. خرج بهما ما إذا كان اللفظان منفيين، المطلق منفي والمقيد منفي، أو عندكم إيه منهيين، نحو ما كان اللفظان منفيين. لا يجزئ عتق مكاتب، لا نافي أهو، دي أداة نفي، ويجزئ عتق ده منفي. لا يجزئ عتق مكاتب، عتق مكاتب، ما هو عتق دي نكرة، لا مش نكرة، نكرة مضافة كمان، والنكرة في سياق النفي تعم، يعني لا يجزئ عتق أي مكاتب من المكاتبين،
سواء بقى كان مسلم سواء كان كافر أو غيره. فهذا اللفظ كما ترون وإن كان مطلق إلا أنه عام في الحقيقة، في الحقيقة هو عام لأنه نكر في سياق النفي، لا يجزئ عتق مكاتب. ثم قال بعد ذلك لا يجزئ عتق مكاتب كافر. يبقى قيد المكاتب الذي لا يجزئ عتقه بالمكاتب. طيب احنا عندنا حاجة اسمها دلالة الايه مشايخ، عندنا حاجة اسمها دلالة المفهوم. يبقى عتق مكاتب كافر. طيب مفهوم المخالفة ايه؟ انه يجزئ عتق مكاتب مسلم. نأخذ هذا المفهوم ونخصص به ذلك المنطوق، ونجعل هذا المفهوم يقصر العام على بعض أفراده، فيكون الكلام لا يجزئ عتق أي مكاتب إلا المكاتب المسلم. فيشترط في هذا أن يكون المفهوم عجة، حتى نقول بأنه يعني يخصص العام، يخصص العام بالخاص، لا بد في هذه المسألة أن نقول بأن المفهوم حجة، لأن من لم يقل بأن المفهوم حجة يبقى لا يصح حينئذ أن يخصص ذلك العام، لا يجزئ عتق مكاتب. ثم قال بعد ذلك كافر. طب ما هو ممكن يبقى المفهوم اللي هو المسلم محمول على المنطوق، يبقى هذا لا يجزي وهذا لا يجزي، فيكون هذا من باب يعني ذكر أحد أفراد العام. لكن لما نقول بأن المفهوم حجة إيه اللي هيحصل؟ هيحصل إن المنطوق هيعطيني لا يجوز عتق مكاتب مسلم كافر، يجوز عتق مكاتب مسلم. فاللفظ أصبح عندي له دلالتان، الدلالة الأولى دلالة على المنطوق وهي عدم إجزاء عتق مكاتب كافر، ودلالة أخرى على المنطوق وهي جواز عتق المكاتب المسلم. نأخذ هذه القضية ونجعلها تقيد لنا ما سبق من أنه لا يجزئ عتق مكاتب. هنخصص هذه القضية التي تقول بأنه لا يجوز عتق مكاتب سواء مسلم أو كافر، وتكون هذا المفهوم مبطل لأحد فرضي المنطوق هناك، لأنه بيقول لا يجزئ عتق مكاتب مسلم ولا كافر، فيقوم هو المفهوم يعمل ايه؟ يمسح عدم جواز عتق مكاتب مسلم ويحولها تبقى ايه؟ تبقى يجوز عتق مكاتب مسلم. بسيطة يعني. فإنها يعني التعبير بكونها مطلق ومقيد، فإنهما اللي هم ايه؟ التعبير بأنه مطلق ومقيد. طيب قال فإنهما يعني التعبير بالمطلق والمقيد فيه ضرب من التسامح، لأن لا تعتق رقبة، لا تعتق مكاتب، ثم بعد ذلك لا تعتق مكاتب كافر، هذا ليس من قبيل المطلق والمقيد، إنما هو من قبيل العام والخاص، لأن النكرة في سياق النفي تعم. قال لعموم النكرة في سياق النفي أو النهي، النفي ده في الحالة الأولى والنهي في الحالة الثانية، لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا. فالنص الأول والنص الثاني كل منهما اشتمل على منطوق ومفهوم، والمفهوم هنا حجة، والمفهوم إثبات الحكم
لذلك ونفيه عما عداه. فيخص العام بالخاص على الراجح. الراجح لماذا؟ الراجح الذي يرى أن المفهوم حجة. أما من لا يرى أن المفهوم حجة فإنه يعمل بالمطلق على إطلاقه. والقيد كما هو، قال وهو أن المفهوم حجة، يعني أن القائل بأن المفهوم حجة يخصص قوله لا تعتق مكاتبا بمفهوم قوله لا تعتق مكاتبا كافرا، فيجوز اعتاق المكاتب المسلم. زركشي، الكلام ده كلام الزركشي، يعني نص عبارته. وعلى مقابله، يعني على مقابل الأرجح الذي يقول بأن المفهوم ليس بحجة، قال وعلى مقابله يعمل بالعام مطلقا، يعني عملا مطلقا، يعني القائل بأن المفهوم ليس بحجة يقول يعمل بالإطلاق أو بالمطلق على إطلاقه، ويمنع اعتاق المكاتب مطلقا، لا مسلم ولا كافر، عملا بالمطلق على إطلاقه. المطلق اللي هو في الحقيقة عام. ليه؟ لأن المفهوم ليس بحج. فكأن المفهوم اللي هو لا تعتق مكاتبا كافرا، كافرا هذه ليست لنفي مسلم، ولكن من باب يعني إفراد أحد فردي الماهية، يعني لا تعتق لا مكاتب مسلم ولا مكاتب كافر. ولكن هذا الرأي كما قال مرجوح. قال وعلى مقابله يعمل بالعام مطلقا، وما إذا كان أحدهما أمرا والآخر نهيا. أحدهما دي تنتج لك إيه؟ إن كل أحدهما أمرا والآخر نهي تنتج لك صورتين، لأن الأمر قد يكون هو في المطلق وقد يكون في المقيد، والنهي قد يكون في المطلق وقد يكون في المقيد. تضرب اتنين في اتنين تعمل لك كام؟ أربعة مش اتنين. طيب نشوف بقى الصور الممكنة. نحو أعتق رقبة، يبقى ده أمره أعتق رقبة. الرقبة دي إيه؟ مطلقة، يعني مطلقة عن القيد بالمؤمنة وغيرها. لا تعتق رقبة كافرة، هذه سورة اهو. أعتق رقبة مؤمنة، لا تعتق رقبة. هم خلي بالكم هم أربعة مع التبديل والتوفيق، لكن هم اثنين فيما إذا قلنا الأول أمر والثاني نهي. يبقى سورة هيأتي فيها الأول أمر والثاني نهي، وسورة هيأتي فيها الأول نهي والثاني أمر. طيب نشوف كده، أعتق رقبة أدي أمره، لا تعتق رقبة كافرة أدي أمر ونهي، أعتق رقبة مؤمنة يبقى ده إيه؟ أمر. لا تعتق رقبة ده نهي، يبقى هو ما نظرش إلى أن يكون أحدهما مطلق والآخر مقيد، والعكس مطلق ومقيد أو مقيد ومطلق، لا. يبقى ذكر صورتين، أعتق رقبة يبقى ده أمر به اعتاق أي رقبة كانت، هذه أو هذه أو هذه أو هذه. لا تعتق رقبة كافرة يبقى نهاه عن اعتاق الرقبة الكافرة، يبقى المطلق هنا يحمل على الرقبة المؤمنة. لماذا؟ عملا بالدليلين. دليل بيقول لي أعتق رقبة مؤمنة، أعتق رقبة وأطلق، احتمال تبقى المطلق يا إما رقبة مؤمنة يا إما رقبة
كافر. فكأن الأمر أجاز لي أن أعتق رقبة مؤمنة أو رقبة كافر. ثم قال لي لا تعتق رقبة كافر. فتعارض هنا الأمر مع النهي، لا تعتق رقبة كافرة، أي رقبة كافرة، فتعارضا. فمن ضرورة العمل بكل واحد منهما أن نجمع بينهما ونقول بأن الأمر محمول على الرقبة المؤمنة، وأن النهي كما هو على الرقبة الكافرة. وهذا ضروري للعمل بالدليلين، لأنك لو عملت بأعتق رقبة وأعتقت رقبة كافرة وقعت في النهي، ولو أعتقت رقبة مؤمنة التزمت به الأمر وبالنهي. ولذلك هذا ليس من قبيل الحمل، وإنما هو من قبيل العمل الضروري بالدليلين ولو من وجه. طيب، قال فالمطلق في المثال الأول اللي هو أعتق رقبة مقيد بالإيمان، يعني أعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة كافرة. وفي الثاني أعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة مطلقا كده تبقى إيه؟ تبقى كافرة، لأن أنا أعتق رقبة مؤمنة أهو، لو ما أعتقتش رقبة مؤمنة لم أمتثل الأمر. طب أعتق رقبة مؤمنة امتثلت الأمر، لا تعتق رقبة كافرة، يبقى عملي بالمقيد هروب من النهي الذي في المطلق. أعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة، يعني إيه؟ يعني رقبة كافرة، لأن هناك أمرني وقال لي أعتق رقبة مؤمنة، فإذا أنا أعتقت الرقبة المؤمنة خرجت من التكليف بيقين. طب لو أعتقت رقبة كافرة يبقى أنا وقعت في النهي الذي قال لي لا تعتق رقبة. رقبة إيه؟ ما هو الإيمان أخرج الكفر. قال فإن المطلق المقيد بضد الصفة، فإن المطلق مقيد بضد الصفة، لأن أنا بقول له أعتق رقبة مؤمنة ضد الإيمان إيه؟ الكفر. هاخد الكفر الذي فهم من المقيد وأقيد به المطلق الذي هو قوله ها لا تعتق رقبة، وأقول له رقبة إيه؟ رقبة كافرة. خد الكافرة دي وحط جنبها، خد الرقبة، ما يقول لك لا تعتق رقبة، خد الكافرة وضعها بجوار الرقبة تبقى رقبة إيه؟ يبقى أخذنا القيد الذي في المقيد ضد القيد الذي في المقيد، لأنه في المقيد بيقول لي إيه؟ أعتق رقبة مؤمنة، صح؟ ضد الإيمان يا مشايخ الكفر. في النص الآخر قال لي إيه؟ لا تعتق رقبة، فأخذت هذا الضد وقيدت به ذلك الإطلاق. وما هذا إلا من أجل أن أعمل بالدليلين. عندما قال لي أعتق رقبة إيه؟ مؤمنة، وقال لي لا تعتق رقبة، آخذ القيد الذي في المقيد وأرى ضده، ضده إيه؟ ضد الإيمان الكفر. هأخذ الكفر وأذهب إلى المطلق وأقيد به ذلك المطلق، أقيده بذلك القيد الذي هو ضد المقيد. طب وعملنا كده ليه؟ حتى نتمكن من العمل بالدليلين، لأننا لو أعتقت رقبة كافرة يبقى خالفت أعتق رقبة مؤمنة، ووقعت في قوله لا تعتق رقبة، صح؟ طيب، ولذلك قالوا إن الحمل هنا ضروري،
قال بضد الصفة التي في المقيد. انظر بقى للعبارة دي كده، الكلام على مستوى الحرف، ليجتمع أي من أجل أن يجتمع كل من المطلق والمقيد. طيب قال بعد ذلك ومحل حمل المطلق على المقيد، قال نحن قلنا بأن المطلق يحمل على المقيد، لكن حمل المطلق على المقيد لابد له من محل، فمحل حمل المطلق على المقيد إن لم يكن هناك قيدان متنافيان. فإن كان هناك قيدان متنافيان فإنه حينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن أنا عندي قيدين، القدة ينافي القدة، فلو حملت على القيد ألف دون القيد به يبقى أنا رجحت بلا مرجح، ولو حملت على القيد به دون القيد ألف يبقى أنا رجحت بلا مرجح. فحمل المطلق على أحد القيدين المتنافيين بدون ترجيح يؤدي إلى الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. هقول لك لماذا حملت المطلق على المقيد ألف؟ هي سهلة. هيقول لي كده، أقول له لا، العلم مش كده، الدين مش كده، الدين مش بالشهوة، الدين مش بالهوى، العلم فيه قواعد، فيه أدوات، فيه أدلة، فيه ترجيح، فيه معاني، فيه 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 فيه. طب ولماذا حملناه على الآخر دون الأول؟ هضرب لكم مثال ذكروا الإمام القرافي، وإن كان الإمام الزركشي يعني نظر فيه، لكنني أذكره لكم على سبيل المثال، وكما يقول ابن قاسم العبادي المثال يكفي فيه الاحتمال. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. عندي أكثر من رواية، في رواية قالت إحداهن، يعني أي واحدة من 7 مطلقة ولا مش مطلقة؟ مطلقة، هكذا يقول الإمام القرافي. طيب عندي رواية أولاهن، يعني الأولى رقم 1، وعندي رواية آخرهن رقم كام؟ رقم 7. 7 في الخير، انتم مش معايا ولا ايه؟ ولا الكرسي خبالكم؟ طيب يبقى اخراهن يعين 8. النص الاول الذي يقول اولاهن يعين الاولى، والاخر يقول اخراهن يعين الاخيره، فاصبح احداهن التي هي مطلقه قد تكون في الاولى وقد تكون في الاخيره. لو حملنا احداهن على الاولى دون الاخيره اين الدليل على هذا الحمل؟ ولماذا حملت على الاولى ولم تحمل على الاخيره؟ ولو حملت على الاخيره ولم تحمل على الاولى لماذا حملت على يعني الاخيره ولم تحمل على الاولى؟ اين الدليل؟ انت تفعل هذا بالهوى، انت تفعل هذا بالتشهي. فحينئذ ماذا نصنع؟ اذا تعارضا تساقطا، نسخة الأولى تعيين الأولى ونسخة تعيين الأخيرة، ويصبح إحداهن مطلقة كما هي، إما في الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة، فهذا مطلق وتعارض فيه قيدان، لأن تعيين التراب في الأولى يمنع كونها في الأخيرة، وتعيينها في الأخيرة يمنع كونها في الأولى. يبقى مطلق اهو وعنده ايه؟ قيدين متنافيين. وضحت؟ اديكم مثال تاني، ايه رأيكم؟
مثال تاني، عندي عدة آيات. الآية الأولى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بس هنا في حاجة اسمها دلالة المقتضي، اللي هو إيه؟ اللي هو أفطرة، مقدر محذوف. فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر، فعدة من أيام أخر أي فعليه عدة من أيام أخر، يعني يجب عليه أن يصوم أيام أخر غير التي أفطرها في شهر رمضان. هذه الأيام الأخر كما ترون مطلقة، سواء كانت متتابعة أو لم تكن متتابعة، فالنص ليس فيه القيد بالتتابع، ليس فيه قيد التتابع. يبقى مطلقة ولا مش مطلقة؟ مطلقة. في كفارة الظهار قال إيه؟ فصيام شهرين متتابعين، صح كده؟ يبقى أوجب علي أن أصوم صيام الكفارة شهرين متتابعين، لا أفطر في يوم. شرط الكفارة ولا ما شرطهاش؟ شرط الكفارة بالتتابع، شرط التتابع في الكفارة، صح كده؟ مش شرط، بتقول لي لا شرط التتابع في الكفارة يا مولانا، شرط التتابع في الصيام. طيب، فدية التمتع 7 في الحج، 7 في الحج، 3 في الحج، و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فصل ما بين 3 وما بين 7، يبقى 10 لا تصام صياما متتابعة، بل الشرط فيها التفريق. يبقى شرط صيام كفارة الظهار بالتتابع 60 يوم ورا بعض متوالية متتابعة، والعشرة أيام في التمتع في الحج شرط أن تتفرق، يصوم 3 في الحج ثم إذا عاد إلى وطنه صام 7، فالعشرة متفرقة. النظر هنا في آية فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة من أيام أخر، هذا هو المطلق. هل هذا المطلق يحمل على المقيد في كفارة الظهار الذي شرط أن يكون الصوم متتابعا، فيجب أن يتابع الإنسان في قضاء رمضان، أم أنه يحمل على الحج الذي شرط فيه أن يكون مفرقا، فيكون التفريق شرط في صيام القضاء، قضاء رمضان؟ هذا المطلق وهو قضاء رمضان كما ترون، إما أن يحمل على هذا أو إما أن يحمل على هذا، لكن لو حملناه على صيام التتابع في الظهار دون التمتع لكان ذلك ترجيح بلا مرجح. ما هو الدليل؟ ما الذي جعلك أن تحمله على هذا دون هذا أو هذا دون هذا؟ فلما رأينا القيدين متنافيين أسقطناهما، قلنا لا هذا مراد ولا هذا مراد، هذا المطلق لا يحمل على هذا ولا يحمل على هذا، أمال هنعمل فيه إيه؟ سنجعله كما هو هكذا على إطلاقه. صام متتابعا أجزاء، صام مفرقا أجزاء. الله، ده الكلام بقى كده واضح وسهل. أيوة. ومحل حمل المطلق على المقيد، خلاص احنا فهمناه بالمثال،
إذا لم يكن هناك قيدان متنافيان، وإلا يعني وإن كان هناك قيدان متنافيان استغنية. استغنية دي جواب الشرط. وإلا يعني وإن كان هناك قيدان متنافيان فالجواب أنه يستغنى عن القيدين. يعني إيه يستغنى عن القيدين؟ قال لك يعني القيدين يتساقطا، لا حاجة لنا فيهما، وتمسكنا بالإطلاق حيث قلنا إن الحمل، اكتب بقى الجزئية المهمة دي، وتمسكنا بالإطلاق، وتقول فوقيها وهذا محله، إذا قلنا إن الحمل بسبب اللغة لا بسبب الشرع، إلا إن قلنا. طيب خلاص كده القيد ده مهم. أما إذا قلنا إن الحمل سبب الدليل، فهننظر في الدليل الذي يجعلنا نحمل المطلق على المقيد، فإن كان الدليل في أحدهما أقوى من الآخر قدم الدليل القوي. هب إن أنا معايا دليل على قوة الإلحاق بالغسلة الأولى في النجاسة الكلبية، ألحقها بالأول، أو على الإلحاق بالغسلة الأخيرة في النجاسة الكلبية، ألحقها، لا بد من وجود دليل قوي يعين لي أحد المقيدين للحمل عليه، لأن الحمل بالدليل، والدليل يقبل، يعني الدليل نفسه فيه قوة متفاوت في القوة والضعف، بخلاف اللغة قواعد ثابتة واحدة لا ترجيح فيها. وإلا إن قلنا بأن الحمل بالدليل، يعني أن الرابطة بين المطلق والمقيد رابطة شرعية متوقفة على دليل، إما على قياس أو إما على دليل من الأدلة الأخرى، وكان المطلق أولى يعني أحق، أكثر أحقية بالتقييد بأحد القيدين من الآخر، يبقى سنلحقه إذا كان هناك قيدان متنافيان ووجدنا دليلا قويا على حمله على أحد القيدين، تعين الحمل على القيد الذي هو فيه أقوى. ولما فرغ المصنف من قسم المخصص المتصل وما يتعلق به شرع في المخصص المنفصل. المتصل اللي هو ما لا يستقل في الكلام، والمنفصل ما يستقل في الكلام. المتصل بأن يقارن المخصص المخصص، ولا يستقل المخصص عن المخصص. وأما المنفصل فالمنفصل ما لا يقارن العام ويكون مستقلا عنه في الكلام. طيب التخصيص المنفصل تخصيص الكتاب بالكتاب. قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. الكتاب والكتاب، الكتاب قالوا بأنه هو القرآن الكريم، فهو عبارة عن علم بالغلبة، يعني غلبة على القرآن الكريم اسم الكتاب بين الشرعيين، لكن بين النحويين غلب اسم الكتاب على سيبويه، يقول لك الكتاب وقال في الكتاب. اوعى تقول وقال في الكتاب، دي مش آية قرآنية، والأخ اللي قال وقال في الكتاب الفاعل مرفوع ده كافر،
لأنه زاد في كتاب الله ما ليس منه. تبقى أنت على طول كده وهابي في عقليتك. لازم تفهم المصطلح. هو مين اللي متكلم بالمصطلح ده؟ أهل اللغة، ده أهل النحو. طب أهل النحو إيه اصطلاحهم في الكتاب وما المراد منه؟ عندما يقول الشرعين قال في الكتاب العزيز وأتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل، آية قرآنية، لأن الكتاب عند الشرعيين هو القرآن والقرآن هو الكتاب. وأبو السعود قال إن الألف واللام في الكتاب للكمال، يعني هو الكتاب الكامل، هو الكتاب التام، هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قالوا يجوز يعني يصح ويقع تخصيص الكتاب أي القرآن الكريم أي كتاب الله تعالى، فالألف واللام عوض عن مضاف إليه محذوف. بالكتاب، وهو من تخصيص قطعي المتن بقطعيه، يعني بقطعي المتن. القرآن الكريم ثبت بالقطع، قطعنا وجزمنا نحن المسلمون بأن الذي بين دفتي المصحف هو كتاب الله، فهو كمتنه، متنه يعني ألفاظه مسطوراته ثابتة قطعا لا شك ولا ريب فيها في قلب مسلم أن هذا القرآن من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فتخصيص الكتاب بالكتاب من قبيل تخصيص قطعي المتن بقطعي المتن. أنا عندي حاجة اسمه متن وحاجة اسمها حكم، اللفظ ده والمتن، بس احنا سميناه لفظ ايه؟ مجازا. اللفظ ده المتن، الحكم هو ما استفيد منه. فالقرآن قطعي قطعا، ولكن قد يكون الحكم مقطوع وقد يكون الحكم مضمون، وهذا ما يسمى بالمساحة الظنية في الشريعة والمساحة القطعية. مثاله تخصيص قوله تعالى والمطلقات، مطلقة ده اسم مفعول، يعني المرأة التي وقع عليها الطلاق، ومطلق هو الرجل الذي أصدر الطلاق. فمطلقة مطلقة ده اسم مفعول، نجمعها بالألف واللام تبقى إيه؟ مطلقات. أدخلنا عليها ال، نجمعها بال بالألف والتاء تبقى مطلقات، ندخل عليها ألف ولم تبقى إيه؟ المطلقات. يبقى جمع أدخلنا عليه الألف واللام فهو للعموم، يعني المطلقة سواء كانت حامل، لأن عام بقى، مش إحنا قلنا قال هنا للعموم، كل مطلقة خذ ال وضع مكانها كل مطلقات أو كل المطلقات، أو شيل الألف واللام، شيل الألف واللام وشيل كمان معها الألف والتاء تبقى كل مطلقة. كل مطلقة واحد كان مدخول بها أو غير مدخول بها، واحد عقد على امرأة ولم يدخل بها فقال لها باللغة العربية الصريحة المريحة وهو مدرك مملك أنت طالقة، وقلقل القاف قلقلة وأوضح الحروف إيضاحا، وكان مستوفيا لأركان وشروط الطلاق، وقع عليه الطلاق سواء وثق أو ما وثقش، سواء كتبه في الدفاتر الحكومية أو لم يكتبه في الدفاتر الحكومية، وسواء احنا قلنا عقد عليها ثم طلقها، يبقى هي مطلقة قبل الدخول، اكتبها في عقلك،
أو تزوج بامرأة ثم دخل بها ثم بعد ذلك حملت ثم أراد أن يطلقها وهي حامل، قال لها لا يمكن أن نكمل مع بعض، لأنني أرى أنني لو استمررنا وأدمنا العلاقة التي بيننا يا إما أن تقتليني يا إما أن أقتلك. بيأتون يقول هكذا في الدار، يقول لها لو لم أطلقك سيكون أحد منا مقتص منه في الآخرة. فيطلق خلاص، ما هي عندها ولد، قال لا خلاص أنا أطلق. فطلقها بصريح العبارة المريح، أنت طالق، وقلقل القاف قلقلة، أو كما يقول لهذا الولد نبيه، قال أو قال مثلا لبنت صغيرة تزوجها وهي ممن يمكن أن يدخل بها. عندنا في الفقه كل هذه أحكام افتراضية، وطلقها قبل أن يأتيها الحيض، يبقى دي صغيرة. أو تزوج بامرأة عندها 80 عام. رأيت والله هذا، امرأة جاءتني وهي عندها 83 عاما وتريد أن تتزوج. قلت لها يا امرأة أين القبر؟ ما في قبر، هو ما في قبر خالص. وذكرت لي أنها تزوجت برجل عنده 70 سنة وتدعي أنه كشاب عنده 20 عاما. قلت لها والله أنت هذا الأكل محتاج يروح المستشفى. امرأة 83 عام كيف تريدين أن تتزوجي؟ ده أنت لو قال لك زوجيني نفسك فقلت له زوجتك نفسي هتموتي. أو والله يعني إذا أردت يعني أن تقول وراءه صيغة الزواج لأتاك ملك الموت مسرعا. وهي غاضبة جدا لكنها تدعي أنه هو راجل كويس. ما هذا العقل؟ 83 عام وأنت لا تفكرين في إرضاء رب العالمين وتفكرين في الزواج؟ وليت أنها تزوجته زواجا عرفيا. ما هذا يعني نوع من أنواع الخبل العقلي. 83 عام وتتزوجين، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ومنها أيضا المرأة هذه 80 إذا دخل بها زوجها ثم بعد ذلك طلقها، فهذه لا حيض لها، دي ما فيش حيض، ده الحيض يعني كأنه لم يأتها منذ ولادتي، يعني من 41 عام. فديت أيضا هي مطلقة، والشرع قال لها في النص عام قال لها اعتدي بثلاث حيضات. طيب يبقى النص هنا والمطلقات يعني كل مطلقة، واحد سواء كانت حاملا أو كانت حائلا، سواء كان مدخول بها أو لم يكن مدخول بها، سواء كان يأتيها الحيض أو لا يأتيها الحيض، أهو كل هذه حكم عليها بإيه؟ يتربصن، يعني يجب أن ينتظرن بأنفسهن 3 قروء. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال القروء 3 أطهار، أقلها 32 يوم ولحظتين. تعرفوا تحسبوها إزاي 32 يوم ولحظتين؟ يعني هو هيطلقها ويقول لها أنت طالقة، ثم بعد ذلك بلحظة يأتيها الحيض، اللحظة دي تعد قرأ، تجلس يوم وليلة، يوم وليلة ايه؟ يوم وليلة اقل الحيض، ثم تطهر، ثم بعد ذلك تجلس 15 يوما اللي هو مدة الطهر، يأتيها الحيض يوم 17، يبقى قضيت كم كده؟ 16 ولحظة. ثم بعد ذلك يجلس مع الحيض يوم وليلة، يبقى 17،
ثم ضيف ليهم كام؟ 15، يطلع لك كام؟ يبقى 3 أطهار. حلوة حلوة. ولحظتين، لحظة اللي هو هيطلق وبعديها بعدها مباشرة تشرع فيه الحيض، يبقى مر عليها قرء كامل طهر، ثم بعد ذلك طهر من أوله لآخره، ثم بعد ذلك طهر من أوله لآخره. 15 و15 30 وكام؟ واحد كامل، حيضة كاملة وحيضة تانية كاملة، يبقى 32. ولحظة تشرع فيها في الحيض يستبين بها انتهاء العدة، يبقى دية اللحظة اللي هي الأخيرة. ده أقل الحيض عند أقل العدة عند السادة الشافعية. فهمتم؟ فلو جاءت امرأة لدى القاضي بعد طلاقها وادعت أنها قد جاءتها 3 أطهار في هذه المدة، صدقها القاضي. ده على مذهب سيدنا الإمام الشافعي. الحمد لله. طيب، والمطلقات، يبقى كل مطلقة على نحو ما قد بيناه تتربص بنفسها، أي تنتظر لنفسها 3 قروء، وتمدها 6 حركات يا عالم، لأنه مد عارض للسكون. ما هو معاك كده الإيه؟ المد المتصل 4 و2 للوقف، يبقوا كام؟ يبقوا 6. فهمنا؟ ما تكونش أنتوا في التجويد ولا إيه؟ طيب، جاءت بقى النصوص الشرعية فخصصت المطلقات، أخرجت وقصرت العام على بعض الألفاظ، على بعض الأفراد، فخصصت الغير المدخول بها. ولذلك الشارح لما ذكر المخصصات لم يحصرها، وإنما ذكر مثالا هكذا، لكنه مثال كان يحتاج إلى استيفاء. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإذا نكحتم المؤمنات ثم لم تمسوهن فما لكم، صح كده؟ من قبل أن تمسوهن، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى قال القرآن أخبر هنا أن المرأة التي لم يدخل بها ليست لها عدة، يبقى أخرجت من المطلقات، دي واحد. وأولات الأحمال أجلهن، وأولات الأحمال أجلهن، خبر أن يضعن حملهن، فأخبر أن الحامل التي ثبت أن الحمل من صاحب العدة يكون انتهاء عدتها بوضع حمله. هب إن هي قال لها أنت طالقة ثم صرخت فنزل الولد، انتهت العدة. ايه ده ما عدتش الا لحظة، ومال عدتها لحظة من 3 قروء بقى؟ يبقى استثنيت من الآية. طب الصغيرة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أخرج اليائس وأخرج الصغير. شوف، كنزل إلى المخصصات. يبقى ده تخصيص كتاب بكتاب ولا لا؟ ده وقعه، والوقوع خير دليل على الجواز. جواز يعني الإمكان، أهو ده وقعه، ولو لم يكن ممكنا لما وقع، فوقوعه يدل على أنه ممكن. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذه آية عامة، وهناك آية عامة أخرى
لأنه أتى بآيتين ثم أتى بعد ذلك بمخصصين، فأصبح كل مخصص يعود إلى ما يناسبه على التوزيع. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. هذه الآية أيضا خصصت ليه؟ اقروها كده. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني إذا مات الزوج وترك زوجة، هي في اللغة الفصحى زوج يطلق على المرأة، وزوجة في لغة ضعيفة، ويترك الزوج، يجب عليها أن تعتد ب14 شهرا. طيب هنا الآية عامة، والذين يتوفون منكم، يعني كل من يتوفى منكم سواء كانت زوجته حامل أو كانت زوجته حائل. يبقى يفهم من هذه الآية أن الحاملة وأن الحائلة إذا مات عنها زوجها اعتدت ب14 شهرا. لكن جاء النص الذي يخصص وقال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فخصص أيضا الآية الثانية. والآية آية عدة الوفاة كانت قاصرة على المرأة التي مات عنها زوجها وهي ليست حامل بل حائل، وأما إذا مات عنها زوجها وهي حامل فإن عدتها كما في الآية تنتهي بوضع الحمل. مات عنها الآن ثم بعد دقيقة ولدت، انتهت عدتها وليست عليها عدة وفاة. قال بقوله، الباء هنا متعلقة بإيه؟ تخصيص قوله بقوله. وأولاة الأحمال أجلهن، يعني نهاية عدتهن أن يضعن حملهن، نهاية العدة وضع الحمل. انتهينا من هذه الآية وكما ذكرنا لكم فيها تفاصيل. وتخصيص قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات، مشركات يعني كل من خالف دين الإسلام. مشرك يعني ايه؟ يعني كل من عبد غير الله، كل من أشرك مع الله غيره. اليهود أشركوا مع الله غيره، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا، قاتلهم الله أن يؤفكون. يبقى هم مشركون بنص القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فالمشركات لفظ عام يشمل الكتابية وغير الكتابية. ولا تنكحوا المشركات، كتابية أو غير كتابية، حتى يؤمن، يعني إلى أن يؤمن. خصص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فين الخبر؟ حل لكم، حذف للعلم به، حل لكم. فالآية دلت على أن المحصنات أي من أهل الكتاب، المحصنات من أهل الكتاب،
حلال لكم، يعني حلال لنا ايه؟ نذبحهم وناكلهم يعني؟ لا، ان تتزوجوهم. يبقى حل لكم نكاحهن. فاجاز الشرع لنا ان ننكح الكتابيه، يا اليهوديه يا المسيحيه. طبعا ده بشرط عند الامام الشافعي، وهذا الشرط ليس بموجود الان. الشرط انتهى. ليه؟ لان الشرط سبق لابد ان يكون نسبها معلوما، بانه لم يدخل في نسبها من دخل الاسلام ثم خرج منه، يعني المحرف. وطبعا الـ 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 الناس الان لا يحفظون انسابهم بهذه الطريقه. طيب ايه اللي قال لبيت رسول الله فانسابهم محفوظه الى يوم القيامه؟ اما انتم ما بتحفظوش، ماشي، بس ناس حلوين وطيبين ومخلصين وخدمتم الاسلام، والاسلام يعني بكم قد ارتفع. ده الكلام ده على عليكم انتم. الحمد لله وبارك الله فيكم، وانتم يعني من المسلمين اصحاب النوايا المخلصه، وسينتصر على ايديكم ان شاء الله يعني ايما انتشار. وقيل لا يجوز، يعني لا يصح تخصيص الكتاب بالكتاب. اقرا الحاشيه اللي تحت بتقول ايه. القائل هم بعض الظاهريه، وتمسكوا بان التخصيص بيان المراد باللفظ. قالوا لا، التخصيص عباره عن ايه؟ انهم عباره عن ايه؟ ما هو التخصيص عندكم؟ قالوا التخصيص عندنا هو عباره عن بيان. طيب ماشي، التخصيص بيان، والكتاب لا يبين بالكتاب بل يبين بالسنة، لما ثبت في كلام الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكانت مهمة السنة بنص الآية أنها تبين القرآن، فكيف يكون القرآن مبينا للقرآن؟ لو بين القرآن القرآن لكان مخالفا لقوله: وأنزلنا إليك الذكر للناس لتبين، أنزلنا إليك لتبين لهم ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون، سورة النحل. ويجاب، قال له: ما هو كون إن السنة مبينة ليس معنى الآية انحصار البيان في السنة. احنا بنناقشهم بقى. الآية أخبرت وبينت فقط أن السنة بيان للقرآن، أو بعض وظائف السنة، أو من بعض وظائف السنة أنها تبين القرآن، ولكن السنة ليست بيان محض، بل قد تأتي بالتشريع وقد تأتي بإنشاء الأحكام، لأنها وحي من عند الله سبحانه وتعالى. إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة. فلا نسلم أن الوظيفة هنا منحصرة في البيان فقط. ومع هذا، فلو قلنا أنها منحصرة في البيان، هي لم تمنع من أن يكون الكتاب مبينا بغير السنة، إنما أثبتت أن السنة تبين الكتاب فقط، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لكنها لا تنفي أن يكون الكتاب مبينا للكتاب. كيف تنفي وقد وقع بيان الكتاب بالكتاب؟ كيف تنفي وقد وقع أن هناك بعض الآيات تأتي مجملة والأخرى تأتي مفصلة لها؟ كيف يكون ذلك وقد وقع يعني التخصيص بالكتاب والوقوع خير دليل على الجواز؟ ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على تخصيص الكتاب بالسنة، يعني الكتاب عام والسنة خاصة. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة، يعني يجوز تخصيص عموم الكتاب بخصوص السنة. والسنة هنا كل ما نقل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو هم إلى آخره، كما سيأتي تعريف السنة إن شاء الله في محله وفي
موضعه. قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، خلصنا. ويجوز تخصيص أي ويصح تخصيص الكتاب بالسنة متواترة، يعني سواء كانت السنة التي تخصص الكتاب متواترة، وحينئذ سيكون من قبيل تخصيص قطعي المتن بقطعيه كما ذكرنا في قطعي الكتاب بقطعيه، أو كانت آحادا، يعني كانت السنة سنة آحاد. والإمام الزركشي هنا يقول ينبغي في قوله أو آحاد أن يقيد هذا بما إذا لم يجمع أهل العلم على العمل بخبر الواحد، فلو أجمع أهل العلم على العمل بخبر الواحد كان ذلك يعني من قبيل المجمع عليه القطعي، فيجوز له أن يخصص الكتاب بلا خلاف، لأنه هيبقى تخصيص بالإجماع ومنتهية خلصت. قولية كانت أو فعلية، يعني سواء كانت السنة قولية أو كانت السنة سنة فعلية. عايزين مثال، لأنه بالمثال يتضح المقال، والمقال يتضح بالمثال، والمثال يأتي إيضاحا للمقال. مثاله يعني مثال تخصيص السنة أو عموم الكتاب بخصوص السنة آيات المواريث. المواريث فيها عدة آيات، ليست آية واحدة، ولذلك جمعها. فيها يوصيكم الله في أولادكم، ثم بعد ذلك الآية التي بعدها، ثم بعد ذلك الآية التي في آخر النساء، ثلاثة فقط. قل كده يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، من بعد وصية، وبعدها آية، وبعدها آية أخيرة في آخر سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد إلى آخره. طيب يبقى ثلاث آيات، ولذلك هو قال آيات المواريث. آيات يعني جمع، وهي ثلاث آيات، التي أولها، أول هذه الثلاثة يوصيكم الله في أولادكم. انتبه، لأن العموم هنا هو الذي خص في أولادكم. طيب إلى آخرها، يعني إلى آخر الآيات، والتي أولها أول آخرها، خلي بالك. ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخره، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، بحديث هذه الآيات قصت بحديث الصحيحين البخاري ومسلم، لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم يعني لا يرث أي مسلم، الكافر يعني أي كافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر، يعني ولا يرث الكافر المسلم. ولا هنا نافية وليست ناهية، يعني أنها تقول أن الإرث انقطع بين مختلفي الدين، فلا توارث شرعي بينهما، مش بمعنى لا يرث، لا، بمعنى أنه لا ميراث. وبحديثيهما، أي وكذلك خص بحديثيهما بخاري ومسلم، لا نورث. سيدنا رسول الله يقول نحن معاشر، نحن
معاشر الأنبياء، نحن معاشر يعني أخص معاشرة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني لا يرثنا أحد وراثة مالية، وإنما نورث وراثة روحية علمية، لأن العلماء ورثة الأنبياء. أما الميراث الممنوع هنا الميراث المعروف وهو ميراث المال، ما تركناه صدقة، يعني الذي تركناه يكون صدقة وليس ميراثا. رواه النسائي في سننه الكبرى، النسائي له كتابين، السنن الكبرى والسنن الصغرى، وكلاهما مطبوع وهتلاقوه مع الشاملة. عارفين الشاملة ولا ما تعرفوش الشاملة؟ بس في شاملة وهابية وفي شاملة يعني متشال منها كتب الوهابية، لكن الشاملة اللي موجودة على النت كلها وهابية، يلعبون في السياق، يحذفون الكلام الذي يخالف عقيدتهم الفاسدة وهكذا، بلفظ إنا معاشر الأنبياء. إنا معاشر الأنبياء، ومعاشر دي بدل من نا المنصوبة، إنا نا هي أصلها إيه؟ إنا نا لا نورث، ده الجملة دي جملة الخبر، إنا لا نورث. وبحديث ما هو خص، ما هو يوصيكم الله في أولادكم، دخل فيهم الأنبياء ودخل غير الأنبياء، ودخل فيهم المسلم ودخل فيهم غير المسلم، لكن هذه النصوص جاءت لإخراج ولتخصيص كل هذا، لتخصيص النبي من أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، ولتخصيص كذلك الكافر فلا يرث في المسلم. وبحديث النسائي والترمذي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم، القاتل لا يرث، القاتل لا يرث، فأيضا القاتل خص من أولادكم، فإذا كان القاتل ولد قتل أباء لا يرثه، لأن الحديث خاصة الآية. انتهينا، يبقى أصبح يوصيكم الله في أولادكم، لم يدخل في الأولاد الكافر، لم يدخل في الأولاد أولاد الأنبياء، لم يدخل في الأولاد القاتل. وقيل لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد مطلقا، لما فيه من ترك القطعي بالظني. قالوا لأن تخصيص الكتاب بالسنة الأحادية يؤدي إلى أننا نترك الكتاب القطعي ونعمل بالظني. لما أنا عندي الآية بتقول لي يوصيكم الله في أولادكم، ده هذا على سبيل المثال، الكتاب يقول عام أولادكم سواء كانوا كفار أو غير كفار، فالآية بعمومها تشمل الكفار وتقول بأن الكفار يرثون، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك تأتي السنة الآحادية الظنية وتقول بأن ذلك الفرد الذي شملته الآية غير مراد، وأنه مخصوص، وأن الآحاد يقدم على الكتاب الذي هو قطعي. لو قلنا بهذا لتركنا القطعي ولا عملنا بالظني، وترك القطعي والعمل بالظني خلاف المعقول. قلنا لهم نحن عندما قلنا قطعي نقصد به قطعي الثبوت، وأما الاستغراق فالاستغراق ظني، استغراق الأفراد
وشمول أولادكم للكافر وأولاد الأنبياء والقاتل، هذا الشمول إنما هو شمول ظني وليس شمولا قطعيا. فإذا تعارض ذلك الشمول مع عدم الشمول الذي فهمناه من خبر الآحاد كان ذلك من قبيل تعارض الظني بالظني، ولا مانع من أن يتعارض الظنيان ويؤخذ بالخاص ويعمل بهما ولو من وجه. وقيل لا، يعني لا يجوز، إن لم يخص قبل ذلك بدليل قطعي، يعني العام لا بد وأن يمر عليه التخصيص بدليل معقول، فإن مر عليه التخصيص بدليل معقول جاز لخبر الآحاد بعد ذلك أن يرد عليه فيخصصه. وقيل لا، إن لم يخص قبل ذلك بدليل قطعي، لأنه إن خص بدليل عقلي يعني دخل مثلا دليل العقل وخصه فإنه تضعف دلالته بعد ذلك على بقية الأفراد، فإذا ورد الآحاد وهو ضعيف ودون القطع فإنه حينئذ يعمل في ذلك الضعيف، يبقى ضعيف بيعمل في ضعيف، لكن ضعيف يشيله قويا يحمله قويا ما ينفعش. يعني هات الواد موسى ده قول له شيل شلتوت ما يعرف، ولا هو ولا شوية الأنغوشين اللي معاه، طب شيل القلم يشيله وهو بينهج وهكذا. قال وقيل لا، يعني لا يجوز إن لم يخص قبله بدليل منفصل، فإن خص بدليل منفصل جاز حينئذ أن يخص خبر الآحاد الكتابة. لماذا؟ قالوا لأنه إن خص بدليل منفصل كانت دلالة العام على الأفراد مجاز، وحينئذ إذا كان مجازا كان ضعيفا، وإذا كان ضعيفا جاز لخبر الأحاد أن يخصصه. وقيل بالوقف، واحد قال أنا ما أعرفش أنا هتوقف، طب هتتوقف لماذا؟ قال لأني ما عنديش علم بيها، ما أعرفش، أنا ما أعرفش هل هو يخصص أو ما يخصصش، ماليش فيه يعني ما أعرفش، أنا متوقف. متوقف ليه؟ لأني ما عنديش علم بالقضية. وقيل التوقف هنا سببه هو التعارض بين الأدلة، مش سبب عدم العلم، لا، سبب التعارض، وجد أن الأدلة تعارضت فتساويت فوقف عن الترجيح لعدم وجود المرجح. طيب وقفنا عند هذا، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم على تخصيص يعني السنة بالكتاب والسنة بالسنة والتخصيص بالقياس.